بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزين نستخدم مع بعض الايكليبس عشان نعمل بي جي او اي ديزاينر هنعمل ايه؟ هنيجي من قائمة هيلب نستول نيو سوفت وير عشان ننزل السوفت وير الخاص بالبيلد. بعد كده هنختار ده الافيلابل سايتس اللي بيقدر داونلود من عليها السوفت وير فيتشر الجديدة. فانا هختار اول واحدة اللي هي مارس ديت، هلاقيها حملت معايا. طبعا هي بتحمل معاك حسب سرعة الانترنت بتاعتك. دي كل اللايبرز الموجودة اللي انا ممكن احملها. انا هروح على General Purpose Tools، بتبدأ تدور على الديزاين ديزاينر. طبعا انت بتقعد تنزل بقى تختار الحاجات اللي انت ايه عاوز تعمل لها داونلود وتعلم عليها. طيب زي ايه مثلا؟ قابلني هنا SW اللي هو Swing Designer، فتنزل السوينج ديزاينر. تمام، هتلاقي البيلدر ويندوز بيلدر، تنزل الويندوز ايه ويندوز بيلدر، اي حاجه فيها ويندوز بيلدر نزلها، والاس دبليو تي ديزاينر نزله. بعد كده هو هدوس على نيكست، هيبدا يعمل يختارهم ويشوف الديبندنسي بتاعهم. هدوس على نيكست، لازم تدوس اي اكسبت، انا موافق على التصاريح ديت الترخيص عشان يبدا يوافق. بعد كده فينش، هيبدا يعمل داونلود، وطبعا حسب السرعه بتاعه الانترنت بتاعتك هينزلهم او ما ينزلهمش، واحنا هننتظر مع بعض لحد ما يعمل داونلود. بعد ما بيخلص بيطلب مني ان انا عايز اعمل ريستارت للايكليبس، يعني اقفله وافتحه من تاني عشان يحس بيه التولز الجديدة او الفيتشرز الجديدة اللي نزلت. بقول له اوكي افتح واقفل تاني، فبيبدأ يحمل تاني التحميل، بيقول لي نفس الورك سبيس. لاحظوا ان هو قفل وفتح بسرعة، ده برضو بيعتمد على سرعة الجهاز بتاعي. طيب لو انا عايز اعمل سيمبل يوزر انترفيس بسيط، هاجي اعمل رايت كليك على البروجكت واعمل نيو واختار هنا اذر، لان انا مفيش ولا واحده من دول ظاهره هتفيدني، فبختار اذر. هنا في تاسكس، هخش على، لا مش تاسكس، هخش على ويندوز بيلدر، هلاقي جوه الويندوز بيلدر في سوينج ديزاينر وفي اس دبليو تي ديزاينر. طبعا اللي انت عايزه ابدا اشتغل بيه. انا هشتغل بالسوينج هنا ديزاينر، لو ما كانتش، لو كانت نازله اشتغل بيها، مش نازله نزلها من نيو فيتشر زي ما انا وريتك ازاي تنزل. هختار جي فريم وبعد كده ادوس نيكست، هقول له اسمها ايه الكلاس ديت، ماي فيرست مثلا، فيرست جي فريم، دي اول جي فريم في ليا، او سيمبل كالكوليتور. سيمبل كالكوليتور ليها سوبر كلاس وارثها من جي فريم. بعد ما خلصت هدوس فينش. طبعا اول حاجه بيعملها لي بيعمل لي سيمبل كالكوليتور اكستند جي فريم، وبيعمل لي داله المين، وتمام مفيش اي مشكله هنا. لو رحت انا للديزاينر هنا هيتلاقي بيعمل بارسنج عشان يفتح الديزاينر. هتبص تلاقي الديزاينر فاتح، وطبعا انا هنا لازم بقى ايه اصغر الشاشه عشان خاطر انا هاخد الاوتلاين ده اسحبه واحطه هنا بالمنظر ده عشان الشاشة تبقى ايه كبيرة كده واسعة واقدر اتحكم فيها بسهولة واشوف الكومبوننتس. هلاقي الكومبوننتس بتاعتي كلها ظهرت على الشمال هنا، اقدر اسحب منها اللي انا عايزه. فمثلا انا لو عايز اسحب تكست فيلد، هي هنا اللي اوت، لي اوت طبعا انا هختار لي اوت تاني غير اللي اوت هنا، وليكن مثلا انا هختار الابسوليوت لي اوت، احط الابسوليوت لي اوت، وبعد كده اختار تكست فيلد. تكست فيلد هنا اكبره واختار ليبل، بعد كده اختار ليبل. لو انا في بروبرتي للتكست فيلد، اسم التكست فيلد ده نمبر 1، تكست فيلد نمبر 1، ادي ده التكست فيلد. هختار ليبل جنب التكست فيلد واقول له نمبر 1، اكبره كده عشان يبقى ايه كويس. بعد كده اخد الاثنين دول وانسخهم،
كوبي بيست، انا عملت كنترول سي كنترول في فظهر لي بالمنظر ده. هنا هكتب الاسم بتاعه، طبعا هنا التكست اللي هيظهر عليه نمبر 2، وهنا اسم التكست فيلد هطلع هنا اقول له ايه نمبر 2، وبعد كده اعمل زرار جي باتون واقول له اد عشان ده هيجمع. بعد كده اختار برضو نفس القصة تكست فيلد وليبل كنترول سي كنترول في يبدأ ايه يحطهم لي كده. طبعا في النمبر هنا هقول له ريزلت، في التكست فيلد ده تكست فيلد ايه ريزلت. بلاحظ ان انا بعد ما كتبت اسيف طبعا كنترول اس، لو رحت هنا على الكود، لا مش هنا، لو رحت على السورس هلاقي كل حاجة بكتبها بيكتبها لي كايه ككود عندي. اروح للديزاينر تاني ادوس دبل كليك على البطن هلاقي فتح لي الدالة اللي المفروض ان انا بشتغل عليها. طيب انا عشان اجمع رقمين بقول له string النمبر الاولاني بتساوي تكست فيلد، تكست فيلد نمبر واحد دوت جيت تكست string ان اتنين بتساوي تكست فيلد نمبر اتنين دوت جيت تكست. بعد كده انتجر اكس بتساوي انتجر دوت بارس انت ان واحد. بعد كده عشان اجيب الواي فبارس الان اتنين بكونفرت هنا الان اتنين. بعد كده عشان اجيب الزد بقول له اكس زائد واي. بعد كده عشان اطلع الناتج اقول له تكست فيلد ريزلت دوت سيت تكست السم بيساوي زائد الزد بتاعتي. كده انا خلصت ماشي، ادي الكود وادي الديزاينر بتاعي. اجي ارن بقى السيمبل كالكوليتور ده، هعمل رايت كليك على الملف نفسه تمام واقول له رن از جافا ابلكيشن. بعد ما رن هتلاقي طلع هنا البرنامج، ادخل 3 4 ادوس له اد هيقول لي ذا صم السبعة. طبعا ده بقدر امسحه، المفروض ان انا ما اقدرش اعمل له اديت. فلو وقفت ورحت على البروبرتي المفروض في بروبرتي اسمها اديتابل، اديتابل هنا محطوطه بترو اقول له لا خلي الاديتابل بايه بفولس. وارن تاني الكود بتاعي، ارن جافا ابلكيشن تاني بيقول لي عايز تسيف اقول له عايز اسيف. الاحظ 3 4 جمع، هنا ما بقدرش ان انا ايه اغير الايديتنج بتاعي. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، شكرا والى اللقاء.